60 مليون كورونا تحملتها انت وانا وكل اللي بيدفعوا ضرائب في ستوكهولم بسبب احداث العنف في اخر 3 سنين. الرعب اللي بتسببه الانفجارات واطلاق الرصاص مش هو الثمن الوحيد للاحداث دي. الاصابات الناتجه عن احداث العنف بتسبب عبء كبير جدا على مجال الرعايه الصحيه اللي بيعالجوا وبيعملوا عمليات مكلفه جدا بتتمول من فلوس الضرائب اللي العاملين بيدفعوها. بس هل احنا نقدر نتحمل تكاليف زي دي في ظل الازمه الاقتصاديه؟ حزب المحافظين قدم مقترح عشان يخلي العصابات تتحمل تكاليف العنف والأذى اللي تسببوا فيه، لكن إزاي؟ وإيه هي الإجراءات اللي بتتم حالياً في المستشفيات لما أي حد من المصابين من أحداث العنف دي بيتم نقله للمستشفى؟ وإيه تكلفة كل مصاب أصلاً بينتقل للمستشفى؟ وإيه سبب الانفجارات دي كلها؟ هقول لكم كل حاجة، أنا سارة وده اللي بيحصل. رقم قياسي جديد وصلت له ستوكهولم، في اقل من شهر حصل 25 عمليه اطلاق نار وانفجارات في مناطق مختلفه، بقى يعني سودر مالم، هوسبي، سولنا، فيلينغبي، تشكيله كده. بقينا ننام ونصحى مش عارفين التفجير الجاي هيكون فين. عمليات العنف دي فسرتها الشرطه على انها نتيجه لصراع ما بين عصابتين اساسيتين، كل واحد فيهم بيحاول يسيطر على سوق المخدرات في سونسفال. حاليا اللي مسيطر على السوق هو شاب عمره 24 سنه من عصابه اسمها دولن نتفركت، ولكن رئيس العصابة الأخرى اللي هو ملقب بالثعلب الكردي بيحاول إن هو اللي يسيطر على المنطقة دي، ومن هنا بدأ الصراع ما بينهم. المثير للاهتمام إن الاتنين برا السويد أصلاً، واحد في تركيا والتاني خارج السويد لكن مش عارفين مكانه بالظبط، لكن أصحابهم وقرايبهم هنا. والانفجارات اللي بتحصل دي في مناطق كتيرة هي جزء من محاولة كل واحد فيهم إن هو يهجم على قرايب وصحاب التاني. فمثلا المطعم اللي اتفجر في سودرمالم الاسبوع اللي فات من المرجح ان هو تابع لحد من طرف عصابه دولن، بينما البيت اللي في هوسبي من المرجح انه تابع لحد من طرف الثعلب الكردي. يعني احنا دخلنا في خناقه من الاخر، بس الحقيقه ان مش دي الخناقه الوحيده، في خناقات تانيه كمان بين عصابات اخرى مسببه العنف المتزايد بقاله سنين. والنتيجه في حدود 200 شخص اتعرضوا لإطلاق رصاص وتوفرت لهم رعاية صحية في ستوكهولم في سنة 2020 و2021، وتكلفة علاج الشخص الواحد كانت في حدود 300 ألف كورونا، ده مقدم شقة أوضتين. مستشفى كارولينسكا في ستوكهولم شبه تعودت وبقت حوادث إطلاق النار دي أمر عادي في يومها، يعني جزء من اليوم زي اللونش كده. رئيس مركز الصدمات في المستشفى قال إنهم بيعالجوا المرضى اللي بيجولهم ومش بيتدخلوا أبداً في الأمور المادية. لو بصينا على 10 سنين اللي فاتوا في ستوكهولم هنلاقي إن في 500 شخص اتوفر لهم رعاية صحية من إصابات ناتجة عن إطلاق الرصاص، ولكن من الصعب تحديد تكلفة العلاج وتعميمها عليهم كلهم لأن الموضوع بيختلف مثلاً حسب الرصاصة جت فين في الجسم. بعض الإصابات كمان ممكن تحتاج فترة تأهيل بعدها، ده غير ان الشخص ممكن ما يقدرش يشتغل ويحتاج ياخد دعم من صندوق التأمينات الاجتماعية في شاكرينسكاسا. ستوكهولم مش هي المقاطعة الوحيدة اللي بتعاني من المشكلة دي، سكونة كمان عالجت 11 ضحية لعمليات اطلاق النار في 2020 وتسعة ضحايا في 2021، يعني 20 واحد في السنتين دول، لكن تكلفة العلاج وصلت لستة مليون كورونا. احد الدكاترة في مستشفى ياتوبوري قال للتلفزيون السويدي ان معظم المصابين اللي بيجولهم بيكونوا شباب وقدامهم على الاقل في حدود 60 سنة يعيشوهم بعد ما يتم علاجهم بنجاح، وكمان قال ان عادة المستشفى بتنجح ان هي تعيد تأهيلهم عشان يقدروا يرجعوا يشتغلوا تاني، وبكده بيكون الموضوع استثمار كويس. بعيدا عن موضوع الاستثمار ده، هل في طريقة ان اللي سبب الضرر يتحمل تكلفته؟ حزب المحافظين في مقاطعة ستوكهولم قدم مقترح بيطلب فيه ان المجرمين والعصابات يتحملوا نتيجة افعالهم. ازاي بقى الكلام ده؟ مقترحهم هو انه لما يتحكم على شخص باطلاق النار على شخص تاني فاللي اتحكم عليه ده مش بس هيدفع تعويض للضحيه، لا ده كمان هيدفع للمقاطعه. حسب تصريحاتهم الحزب شايف ان فلوس الضرايب لازم تروح للاشخاص الشرفاء مش لعلاج الاصابات اللي العصابات بتسببها لبعض. الحزب عايز ان الموضوع ده يتطبق في الجرائم الخطيره زي الشروع في القتل مثلا، لان دي الجرائم اللي عاده بتكون مرتبطه بالعصابات. فلنفترض ان المجرم اللي حاول يقتل حد ده معهوش فلوس ان هو يدفع تعويض للضحيه والمقاطعه الاثنين مع بعض، ايه اللي هيحصل وقتها؟ الحزب بيقترح ان ساعتها الاولويه تكون دفع التعويض للضحيه، لكن في جميع الاحوال الموضوع ده مازال مجرد مقترح. والمهم تعرفوه هو ان حزب المحافظين حزب معارض في مقاطعه ستوكهولم، بينما اللي بيحكم هو الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط وحزب البيئه مع بعض، والثلاثه معلقوش على المقترح ده.
اللي نعرفه هو أن أولف كريسترشون رئيس الوزراء قال أنه متشائم على المدى القصير وأنه من المتوقع أن الوضع يبقى أسوأ بكتير قبل ما نشوف أي تحسن. أنتوا بقى رأيكوا إيه؟ مع ولا ضد مقترح المحافظين؟ اكتبوا لنا في التعليقات.